مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم على الهواء مباشرة إلى لقاء جديد من برنامج الكلمة لك. مشاهدينا الكرام، وكما عودناكم من خلال هذا البرنامج لطرح مواضيع متعددة ومتجددة تهم الوطن والمواطن، ونترك أيضا المجال لجمهورنا الكريم للتحدث عن مواضيع متعددة حول ما يهم هذا الوطن الغالي الذي يحتاج الكثير والكثير. اليوم مشاهدينا الكرام، دعونا نركز في موضوع في غاية الأهمية، وقد كثر الحديث عن التسوية السياسية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وهناك أيضا في المقابل من يحاول عرقلة هذه التسوية السياسية التي جاءت بها المبادرة الخليجية بعد ثورة شعبية شبابية أطاحت بالحكم العائلي. واليوم الحديث يصب حول هذا الموضوع وماذا سيكون من مخرجات الحوار الوطني، لكن اليوم سنركز حول معرقلي التسوية السياسية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وبالتأكيد لكم كلمة إلى من يسعون ليل نهار لمحاولة إفشال الحوار الوطني، إفشال التسوية السياسية، زعزعة الأمن والاستقرار في هذا البلد الغالي. إذن قبل أن نستقبل مشاركتكم مشاهدين الكرام على الأرقام التي ستظهر تبعا على الشاشة وأيضا على صفحة البرنامج على الفيسبوك، دعونا نتابع التقرير الذي أعده الزميل مصطفى الشامي حول هذا الموضوع، ومن ثم نعود إليه. اجلسوا مكانكم. طيب، في نظام الجلسة، اجلس لو سمحت. هذه فوضى، ممنوع. ثمة إرهاصات وحركات ومقدمات تريد تهديد استمرار الحوار. ثمة عناوين ومعطيات تدل على مصدر واحد، اصطناع الوقفات والبحث عن أسبابها لخلق حركات البلبلة الشكلية داخل مؤتمر الحوار. تلون المؤتمريون بمختلف الألوان وحملوا كل اللافتات كيدا في الوئام الذي يسود مناخ الحوار. كذلك هو حال أتباع السيد. هل من قبيل الصدفة يا ترى أن يتوحد فرقاء الأمس عملاء اليوم لمناصرة مطالب حراك البيض الانفصالي؟ يا ترى هل من الصدفة أن يوحد الولاء لإيران بين أنصار السيد وأنصار الأستاذ الخرف؟ وهل من الصدفة أيضا أن يحمل أنصار المخلوع علم الانفصال وزعيمهم يزعم أنه محقق الوحدة؟ ثمة بعارات في مؤتمر الحوار تصدر عن بعير واحد، لكن خطوات النجاح تبشر باكتمال المسير. سيكمل قطاع الاتفاق الوطني حواره رغم أنف الفقاعات، وسيمضي إلى حيث يريده شعب الصابرين بإذن رب العالمين. إنما يشهده الوطن من محاولات مزعجة داخل أروقة الحوار وأحداث دامية وهمجية مستمرة، سواء في شوارع حضرموت أو في جبال صعدة ووهاد حجة أو حتى في شوارع العاصمة صنعاء، أدلة تؤكد للشعب حقارة المؤامرات التي يحيكها أدعياء السيادة والزعامة، ويستخدمون دماء الشباب الأبرياء هنا وهناك بلافتات وهمية دينية كانت أو وطنية، لاستخدامها قمصان عثمانية لتشويه جمال جنين اليمن الجديد الذي يتخلق في أحشاء الموفنبيك. إن حماة الوطن ورائهم لن يسكتوا طويلا على هذه الفرقاعات التي تهدف للتشويه أو التشتيت وإنهاك مؤسسة الدولة بجيوب هنا وهناك أو بافتعال الفوضى في تعز أو في حجة. خلاصة المقال أنه يتعين على شعب الإيمان والحكمة ألا ينسى أن إرادة الله من إرادة الشعوب، وأن التاريخ أكد في سجله أن إرادة الشعوب لا تقهر. على الشعب أن يؤمن أن قافلة الحوار بقيادة حاديها الهادي وشرفاء الوطن لن تتأثر بالزعيق وإن أزعجها بالنعيق، ولن تبللها الفقاقيع برذاذ الصيحات والصرخات. فبعد أن عرفت سفينة الوفاق وجهتها بسم الله مجريها، ستمضي إلى مرفأ الأمان بإذن الله مرسيها. إذن مشاهدي الكرام، كان هذا تقرير يلخص حول ما يجري في مؤتمر الحوار الوطني والمحاولة لإفشال هذا المؤتمر ومخرجات المؤتمر الحوار الذي يتطلع إليه ملايين من أبناء هذا الشعب الذين يتطلعون إلى مستقبل أفضل، إلى يمن جديد مستقر، يمن آمن يسوده العدل والمساواة. وكالعادة مشاهدي الكرام،
الكلمة لكم حول أو ماذا يمكن أن توجه من رسائل من خلال هذا البرنامج ومن خلال هذه المساحة المفتوحة لكم إلى معرقلي التسوية السياسية ومؤتمر الحوار الوطني، ونستقبل المكالمات على الأرقام التي ظهرت على الشاشة وأيضا على صفحة البرنامج على الفيسبوك. وأول المشاركين معنا صديق البرنامج أحمد حسين من الجوف، سلام الله عليك. عليك السلام، معك الشيخ أحمد بن حسين سلحان من أبناء الجوف. حياك الله أخي أحمد، تفضل الكلمة لك اليوم. نتحدث أخي أحمد عن معرقلي التسوية السياسية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وماذا يمكن أن توجه لهم من رسائل خصوصا في هذه الأيام والجميع يتطلع إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، تفضل. بسم الله ما شاء الله. أخي العزيز أنا أشكرك على هذا الموضوع الذي حطيته بالنسبة لأنه مهم. أخي العزيز، أول رسالة أوجهها إلى الأخ وزير الداخلية وأقول له إنه المسؤول عن كل كبيرة وصغيرة، وأنا أقول له إذا كان ليس عنده قدرة فأني مستعد أن أحمي الكهرباء، ومستعد أن أحمي أنابيب النفط، ومستعد أن أمن المواطن، ومستعد أن أحمي سيادة البلاد، ومستعد أن أحمل كل كبيرة وصغيرة، وأي كبيرة وصغيرة تطيع أتحاسب عليها وأتعاقب عليها بصفتني مدير للداخلية. أخي العزيز، بالنسبة لهذا السؤال هذا يتحمل وزير الداخلية إما يكون قده وإلا يقدم للمحاكمة صراحة. إما بالنسبة لما ذكر في مجلس الحوار يعلموا أن اليمن هو قبل كل شيء بعد الله سبحانه وتعالى، ويعلموا أن مصلحة هذا الوطن ومصلحة هذا الشعب المسكين الذي قد سرقت منه ثورة سبتمبر وثورة اكتوبر وفبراير 11 فبراير الثورة الخالدة التي جت تصحح مسير الثورات هذه السابقة، من حيث أن الثورات السابقة قد استيسرت وقد ذبحت مثل ما ذبحت البقرة في العيد. أخي العزيز، أن الثورة الخالدة التي انطلقنا بها في حق 11 فبراير لقد كانت هي الثورة الحقيقية، ويجب أن نحافظ عليها وعلى الأخوة أن يدركوا أن الوطن هو بحاجة لما يبني مستقبل هذا الجيل المتطلع إلى التطور والازدهار. على الأخوة أن يحطوا مصلحة الوطن قبل كل اعتبار، أولا أن يحطوا الوطن إما دولة واحدة وإلا من أقاليم، اثنين إما أن ينظروا بنظرة أولا إلى العملة اليمنية، ثلاثة طيب. ينظروا إلى إخراج البترول واستيراد الشركات العالمية بريطانية فرنسية أمريكية عالمية. أخي أحمد، بحيث نحن أحنا يا ابن الجوف نعلن ترحيبنا بالشركات بإخراج البترول. أخي أحمد، حتى لا نخرج عن الموضوع أيضا اليوم، دعنا فقط نركز على الرسائل التي يمكن أن توجه لمعرقلي الحوار سواء كانوا سياسيين أو مثقفين أو إعلاميين أو عسكريين. أشكرك أنا أشكرك أخي العزيز. بالنسبة للأخوة الذين يعرقلوا الحوار الوطني، نعم. فهم يا أخي يعتبروا أنهم ليس من اليمن ولا يعتبروا من اليمن، يعتبروا أنهم يحملوا دم فاسد وليس يعتبر أنه دم يمني. لأن كل من يسعى للحوار هو يعتبر فاسد ويعتبر دمه فاسد ويعتبر أصله فاسد، وليس له أي صورة أن يطلع بها. وصلت الرسالة، أشكرك أخي أحمد حسين من الجوف على مشاركتك معنا، وبالتأكيد مشاهدي الكرام قد يستفاد من رسائلكم وأطروحاتكم والكلمة التي توجه على الهواء مباشرة من خلال هذا البرنامج إلى جميع من يحاولون أو من يسعون في عرقلة مؤتمر الحوار الوطني، وأيضا إقلاق السكينة العامة في هذا البلد، وأيضا تخريب الكهرباء النفط وما شابه ذلك من الخدمات التي تهم المواطنين. وبالتأكيد ربما يستفاد من الرسائل التي تطرح من خلال هذا البرنامج. ومعنا الآن من يا أخي؟ ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أنت على الهواء أخي كريم، تعرف عليك؟ جعدول سيلي. جعدول؟ أيوة. من أين جعدول؟ من وادي السد. من أي محافظة يا جعدول؟ من عمران. من عمران؟ أيوة. حياك الله، تفضل الكلمة لك اليوم. نتكلم عن معرقلي التسوية السياسية و
مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وماذا توجه لهم من كلمة؟ تفضل. أتمنى منك يا جعدول ومن جميع المشاركين أن يسمعوني من صوت الهاتف ويخفضوا صوت التلفزيون، أنا أرجو رجاء خاصة. أولا ما له بالله أبادي. بتسمعني من صوت التلفزيون؟ على كل حال أشكرك أخي جعدول، وهي أيضا أو هو تنويه أيضا لجميع المشاركين أنه يسمعوني من صوت الهاتف ويخفضوا صوت التلفزيون حتى أسمع مشاركتهم بشكل جيد. معنا الآن عمار، من أين يا عمار؟ من تعز. من تعز، تفضل أخي عمار الكلمة لك. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البداية نهني كل أبناء الشعب اليمني بحلول الحقيقة يا عمار. نعم. إيش المشكلة عندك؟ بتسمعني من صوت التلفزيون أو إيش؟ لا لا أسمعك من التلفون. إن شاء الله يكون التغطية عندك كويسة، تفضل يا عمار. طبعا عنوان الحلقة اليوم اللي هو السياسية السياسية، معطلة السياسية. هناك تقاطع مصالح لمجموعة القوى النافذة أو القوى المضرة للتغيير، هم من يريدون إعاقة السياسية السياسية. والحقيقة أن علي صالح ما زال يشكل سرطان موجود، هو طبعا هو المعيق الأساسي للمبادرة الخليجية. لذلك نتمنى من كل من الرئيس عبد الرب منصور هادي ومن أعضاء الشعب الوطني أن يتخذوا قرارات حاسمة لضبط هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بعرقلة التصوير السياسية. أشكرك أخي عمار من تعز على مشاركتك معنا، وبالتأكيد هي معنا الآن خولة أحمد، من أين؟ من الحديدة. مرحبا خولة، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا قد خبرت معك عن واجد أكثر من مرة، بس خبرني إيش الموضوع من الكهرباء طافية عندنا. الكهرباء طافية يا خولة، كم عمرك يا خولة؟ عمري 12 سنة. ما شاء الله يشرفنا أنه حتى الأطفال يشاركون في هم الوطن، وبالتأكيد هذا يتحمل هذا الهم الكبير والصغير، ولابد أن نتكاتف جميعا لإخراج البلد إلى بر الأمان. خولة، اليوم نتكلم عن المعرقلين للحوار الوطني للتسوية السياسية، أو بالأصح أو بمعنى أبسط يعني المخربين الذين دائما يخربوا الكهرباء ويخربوا أنابيب النفط ويسعون إلى تدمير هذا الوطن. ماذا تقول لهم خولة الطفلة البريئة من خلال هذا البرنامج؟ أدعو الله أن ينتقم منهم هؤلاء الحقر القتلة. آمين يا رب. الذين دمروا بلادنا وقتلوا الطفل على سلالة القتل وعزيزة وعبير وغيرها، ولكن أدعو من الله أن ينتقم منهم. آمين يا رب آمين. والله لو لم تكن إلا هذه الرسالة من في هذا البرنامج لكفت. وأنا أتمنى أن المخربين والذين يسعون إلى تدمير هذا الوطن وإلى قتل الأرواح البريئة أنهم يستمعوا إلى هذه الرسالة البسيطة من الطفلة البريئة خولة. على كل حال شكرا لك يا خولة على مشاركتك معنا، ونستقبل مشارك آخر. ويكفينا في هذا البرنامج هذه الدموع التي جاءت من قلب بريء ومن عيون بريئة إلى جميع المخربين الذين يسعون إقلاق السكينة العامة في هذا البلد الغالي على قلوبنا جميعا. معنا الآن. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخي الكريم، تعرف عليك؟ مرتضى عبد العزيز. مرتضى، من أين يا مرتضى؟ من صنعاء. تفضل أخي الكريم الكلمة لك، ونحن اليوم نتكلم عن يعني في أيام الثورة وقت المبادرة قلت علي صالح خروج من عزوة وعزمة وكذا كذا. الآن يا أخي مرتضى، ماذا توجه من رسالة إلى جميع المخربين من كانوا يكونوا يعني؟ المخربين يعني واجب يعني إعلانهم على الشاهد، إذا مات اليمن تتحارب الصدق، يا سلام، تبعد الحزبية، تبعد التعصبات القبلية، يعني التعصبات الحزبية، فهذا السبت تبقى قناة رسمية لليمنيين كافة، ويوضحوا من هو يعني الذي عنده الأخطاء. يا سلام عليك، هذا ما نتفق عليه ربما.
نعم يجب أننا الذي ما يرد المظالم حتى الناس، من هو الذي ما يرد الأراضي أي شيء، نعم. من هو الذي بيعرض سواء كان في الجنوب أو في الشمال أو في أي اتجاه من دون يعني تشويش باتجاه أو شخص أو فئة أو أي حاجة، أي مخرب في هذا الوطن لابد، نعم لابد أن نتفق معك يا أخي الكريم أنه أي مخرب وأي شخص يريد أن يزعزع أمن واستقرار هذا البلد حتى الآن لم، نعم يعني القناة الرسمية حتى اليمن ما في لا يعني جازه لا تصوره ولا عربت الشباب ولا عربت الأديم بالساعة ولا ذات فعل الحصانة فوق كل شيء، نعم هذا الحصانة وجد الحصانة بفتوى من عند مشايخ من حقه الذي احنا مفتقين فيهم، يعني كان واجب خاصة الشيخ عبد المجيد يعني الزنداني لأنه يشكل كتلة كبيرة في المجتمع اليمني، كان واجب رفض المبادرة الخليجية لأنها فيها بند من البنود. لم تكن يا أمر رضا لم تكن هناك أي فتوى بالحصانة، لكن على كل حال هي تسوية سياسية بين السياسيين، نعم للشيخ عبد المجيد على انه يطلع امام الشائسه، نعم ويرفض هذه الحصانه والمبادره لان فيها بند حصانه لقاتل هو الشيخ ايضا له حتى نكون منصفين ايضا الشيخ له مواقف وطنيه ولا زالت مواقفه الوطنيه ايضا متتاليه وليست هناك اي فتوى حتى نوضح الصوره يا مرتضى، نعم يعني رساله يا مرتضى حتى نوضح الصوره اكثر يعني حتى نوضح الصورة أكثر، ليست هناك أي فتوى، هو هي تسوية سياسية بين نخب من السياسيين، لكن هناك الكثير يعترض هذه الحصانة، وشباب الثورة أيضا يخرجون في أكثر من مسيرة ويطالبون بإسقاط هذه الحصانة وأيضا بمحاكمة القتلة، وجمع متتالية أيضا أسميت بهكذا موضوع ومطالبة استمرار بمحاكمة القتلة وإسقاط الحصانة التي لم تعطى من قبل الأحرار من قبل شباب الثورة، ولكنها أيضا جاءت من قبل الأشقاء من قبل مبادرة خليجية. وعلى كل حال نحن اليوم نتكلم عن معرقلين هذه التسوية السياسية، وإن كانت هناك فيها نقاط ربما لا يتفق معها البعض، لكن هناك ربما أن 80 إن صح التعبير في المئة من هذه المبادرة الخليجية قد تخرج البلد إلى بر الأمان، وهناك ربما العديد من السياسيين من المثقفين من الإعلاميين من المواطنين يتفقون مع هذه المبادرة ويتفاءلون بأنها تخرج البلد إلى بر الأمان، لكن للأسف الشديد هناك من يسعى ليل نهار لزعزعة أمن واستقرار هذا البلد الغالي. ومعنا الآن عبد الفتاح، انقطع الاتصال، لكن على كل حال هناك أيضا كما ذكرت في بداية الحلقة العديد من التعليقات وصلت حول هذا الموضوع إلى صفحة البرنامج على الفيسبوك، لأنه أنا أحاول أيضا أن أقرأ بشكل سريع حتى يتسنى لي أيضا قراءة كم كبير من التعليقات التي وصلتنا حول هذا الموضوع. والبداية من أبو بكر عبد الله يقول الحوار ناجح إن شاء الله وقهرا لكل كلفوت. رشيد صادق يقول إلى معرقلي التسوية السياسية، إذا كانت خياراتكم متعددة بين السلم وبين العنف والإرهاب والإجرام والتمرد والتقطع والتدمير والتخريب فإن كافة أبناء الشعب اليمني ليس لهم إلا خيار البناء. عبد المؤمن العديني يقول نقول لهم إن سفينة الوطن ماشية للأمام وأنتم إلى مزبلة التاريخ وشباب الثورة لكم بالمرصاد. عمار الصهباني يقول نقول لهم، أي يقصد للمعرقلي التسوية السياسية، نقول لهم مهما حاولتم زعزعة الأمن وإفشال حلم أبناء هذا الوطن وشبابه فهناك إرادة شعبية لا يمكن أن تعود للوراء أبدا وسينتقل اليمن إلى ثورة البناء. منير حسان يقول نقول لهم مهما عرقلتم ومهما خربتم لن تعود عقارب الساعة للوراء وعجلة التغيير وتحركت ولا يمكن أن تتوقف وثورتنا مستمرة حتى تحقيق كافة الأهداف ومحاكمة القتلة والفاسدين، وهذا عهد قطعناه للشهداء ولا يمكن أن نخون تلك الدماء الزكية الطاهرة. أكرم يقول هؤلاء هم يريدون أن يدمروا اليمن الحبيبة باسم أنهم يحبوها، لكن مهما فعلت يا مخربين نحن موجودين رغم أنفكم ونحن لكم بالمرصاد في كل حال. على كل حال مشاهدي الكرام كما يشير المخرج نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لاستقبال مشاركتكم حول هذا الموضوع.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وعودة إلى استقبال مشاركتكم وأطروحاتكم وكلمتكم حول هذا الموضوع والرسائل التي يمكن أن توجه لمعرقلي التسوية السياسية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وخصوصا وأن الملايين من أبناء هذا الوطن يتطلعون إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ويتفاعلون بأن تكون هذه المخرجات ستخرج البلد إلى بر الأمان، ويتفق جميع السياسيين والمتحاورين على ما يمكن أن يحافظ على أمن واستقرار ووحدة هذا الوطن الغالي. معنا الآن صالح الشرفي، من أين؟ أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي الكريم، الكلمة لك حول معرقلي التسوية السياسية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحوار الذي ننتظره من مدة 6 شهور شعب اليمني يبني عليه آمال، ولكن هناك من يريد أن يعرقل هذا الانتاج من خلال تفجير أنابيب النفط وتعطيل الكهرباء وقتل الجنود وقطع الطريق. وإذا القائمون على هذا الحوار أن ينجح فعليهم أن يطبقوا القانون على المخربين كانوا من كانوا. نعم، وشكرا. أشكرك أخي الكريم صالح من البيضاء على مشاركتك معنا، ونستقبل مشارك آخر. السلام عليكم. عبد الخالق، السلام عليكم. عليكم السلام. من أين؟ من الرياض الله يوفقك. من أين؟ من اليمن يا عبد الخالق. من محافظة صنعاء. تفضل أخي الكريم، أهلا وسهلا بك وبجميع المغتربين خارج الوطن. أخي الكريم، اليوم نتكلم عن معرقلي التسوية السياسية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني. أولا، أنتم أيضا كمغتربين كيف تتابعون الوضع في البلد؟ والله يا أخي الكريم نتابع الوضع في اليمن، إنه نقول إن الحوار ناجح، ناجح إن شاء الله بنسبة 95% إن شاء الله يا رب. وإنه في اليمن ثلاث فئات أو يعني ثلاث طوائف، هذه لو تنشال على اليمن إن شاء الله أن اليمن بيخرج من أزمته. نعم. اللي هي اللي هو عطاش والحوثيين والانفصال، لأنه الحين في وقت يبان من الصادق ومن من هو محب الوطن ومن هو مكره الوطن. نعم. يا أخي بان الحين اتضح إنه العمراء يبانون الحين، اللي هو الرئيس السابق أو المخروع، إحنا نسميه المخروع اللي هو عطاش، متفق مع الحوثيين ثم مع الانفصاليين، فهذا هو مشكلة الوطن. ومع المشايخ أيضا، أيضا المشايخ هم اللي يتعاملون مع عطاش أو اللي في المؤتمر، فنقول له الوطن أبقى من عطاش وغيره، وأبقى من الحوثيين، وأبقى من الحزبيات التي لا ترفع الوطن في شيء. نعم نعم، أشكرك أخي عبد الخالق من السعودية على مشاركتك معنا، وبالتأكيد سيبقى اليمن أولا وأخيرا. ومعنا الآن أحمد الشامي من إب. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي أحمد تفضل. حياك الله. الله يحييك أخي الكريم، أخفض صوت التلفزيون إذا بتسمعني من التلفزيون، والكلمة لك حول معرقلي التسوية السياسية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وماذا يوجه لهم أخي أحمد من الرسالة في هذا اليوم؟ تفضل. السلام العزيز، قضية المعرقلية التسوية السياسية عندما قام الشعب اليمني بالتغيير وتجاوز المرحلة الصعبة. نعم. لم يكن بوسع الذين لا يريدون اليمن أن يوقفوا أجل التغيير، وكذلك نقول كما أن الشعب اليمني تجاوز واستطاع أن ينجح ثورته وينجز ثورته، فلا يمكن لهم أن يوقفوا عن التغيير، ولا يمكن لهم أن يعرقلوا مؤتمر الحوار الوطني الذي ارتضاه اليمنيون ليكون هو المخرج لليمن، ويكون هو اللجنة الأولى في وضع اللجنة الأولى في بناء اليمن الجديد الذي يشده اليمنيون وسار من أجله اليمنيون. فلا يمكن لهؤلاء معرقل التسوية السياسية ومؤتمر الحوار الوطني أن يوقفوا حجر عثرة أمام الشعب اليمني الذي ارتضى هذا الحوار ليكون هو المخرج
لليمن ولليمنيين. كذلك رسالتنا للشعب اليمني والمشرة بصحابة الرئيس عبد الرب الصحابي نقول لهم أنه يجب على رئيس الجمهورية وكذلك الشعب اليمني أن يضعوا حدا لهؤلاء الذين يقومون بعرقلة التسوية السياسية في اليمن. ولا يمكن وحتى لا يمكن لهم أن يستمروا فيما هم عليه في عرقلة هذا المؤتمر الشورى الوطني الذي كان يعني يشده اليمنيون واختاره اليمنيون ليكون هو المخرج لهم مما كانوا فيه. شكرا لك أخي أحمد الشامي من إب، وصلت الرسالة وأشكرك على مشاركتك معنا. شكرا لك. عبد الله القحطاني، السلام عليكم. عفوا يا أخي، كيف حالك؟ وعليكم السلام، تفضل أخي كريم. يا أخي الله يسعد عليكم وعلى شرفاتي عندنا فيك. أخي عبد الله أولا من أين؟ من ذمار. من ذمار. أخي عبد الله، اليوم نتكلم عن معرقلي التسوية السياسية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وماذا يوجه لهم أخي عبد الله من خلال هذا البرنامج لهؤلاء الذين يسعون الليل نهار لتدمير وعرقلة نجاح هذا الوطن وإخراجه إلى بر الأمان؟ يا أخي الله يسعد عليك، هؤلاء الناس تضحكوا علينا 30 عام وهم يتحاكوا بالمعاكة الواحد الذي يجب، والآن يغرب الظلام يبدو انه تغذية عندك ضعيفة يا عبد الله. يغربون في التجربة حرب يا عبد الله. ايوه تتصل من تلفون سيار. ايوه سيار. كيف التغذية عندك؟ في تمام، انا ما بنسمعكش لكن ان شاء الله يكون الصوت للجمهور واضح، تفضل. على الأم اخي، الناس هم الذين حذفونا مدة 3 أشهر وهم يتغنحوا ويتكلموا على عيش مرافع الواحد الذي من اليمن من يعني من شاطئ إلى شاطئ آخر، وهم الآن الذي يعني يغضون في الظلام، يغضون في المحاسب، في القتل، في على كل حال شكرا لك يا أخي عبد الله القحطاني، ونعتذر عن رداءة الصوت ربما من المصدر، لكن على كل حال يبدو أن رسالتك وصلت. ومعنا الآن قائد الأشعب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا أخي قائد، تفضل. أخي، أولا نقول لهم من يعرقلوا التسوية السياسية عليهم أن يعرفوا أن التسوية السياسية قدر ما تكون أولا في مصلحة اليمن فهي تعتبر في مصلحتهم وهم أول المستفيدين منها. لماذا أخي؟ لأنهم لولا التسوية السياسية والمبادرة الخليجية لما منحوا الحصانة والأمان، ولولا التسوية لما أخذوا نصف السلطة وقاسموا الشعب على السلطة رغم أنهم جلاد الشعب. نقول لهم ونوجه لهم رسائل، قبل أن تحاولوا إفشال التسوية فأنتم تحكمون على أنفسكم قبل الوطن بالهلاك والسجون، سيحاكمكم الشعب بنفسه. نعم أخي، سيحاكمهم الشعب، فتخيل وإن فروا من عدالة الأرض وإن فروا من وإن أتت حكومة فاشلة يوجد من قتل أخوك أو قريبا لك وهو يسرح ويمرح أمامك ستعطيها الورد، لن يكون كذلك، سينتقم الشعب. لماذا؟ لأن الشعب يعلم من هو القاتل ويعلم من هو المخرب. ثم نقول لهم النار التي تحاولوا إشعالها في اليمن أنتم أول من سيحرق بهذه النار، وستكون أول من يكتوي بهذه النار. ولا ينسى هؤلاء بأنهم سوف يذهبوا إلى مزبلة التاريخ وسيلعنهم أجيالنا القادمون جيلا بعد جيل. وأنصحهم كمواطن يمني مشفق أن يرحموا أنفسهم أولا، فمن لا يرحم نفسه لا يستحق رحمة الآخرين. ونقول لهم الأموال التي تأتيكم من الخارج كمن يهديكم العسل وقد حشاهب السم. نعم، فلن تنفعكم هذه الأموال طالما أنتم تآمرون على بلدكم والشعب كله يعرفكم. وأوجه رسالة هنا لأخواننا في الجنوب الجنوبيين، ونقول لهم إذا فشلت التسوية ستكونوا أول نادم، لأنكم لن تجدوا جنوبا تحكموه إذا فشلت التسوية. وكذلك الحوثيون كما أشار مصطفى الشامي في تقريره، فالحوثيين إذا فشلت التسوية وهم نحن نؤكدها بأنهم هم من يساعدون وهم
متعاونون مع عفاش في إفشال التسوية كما أشار التقرير في إيجاد الوقفات الاحتجاجية. نعم. فنقول لهم إذا فشلت التسوية لن تقوموا ولن تستطيعوا أن تصنعوا أو تكونوا دولتكم المزعومة الذي تتخيل لكم في أذهانكم المزعومة في شمال الشمال، فالكل سيخسر وأول من سيخسر هم معرقلي التسوية. فنحن ندعوهم أن يشفقوا أنفسهم وأن يرحموا هذا الوطن وأن يرحموا دموع الطفلة التي كانت مشاركة معك من الحديدة. فينبغي على أن يستشعر الجميع بأن الوطن أمانة في أعناق الجميع. شكرا لك أخي قائد الأجرام من الضالع على مشاركتك معنا، وأتمنى أيضا من أخي المخرج يترك لي فرصة أقرأ العديد من التعليقات. نستقبل المكالمة ولا نقرأ آخر مكالمة؟ ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي كريم، تعرف عليك. الأستاذ أحمد حسين جوار من صنعاء. أحمد حسين من صنعاء، تفضل أخي كريم، الكلمة لك. أولا نشكر قناة سهيل على إتاحة الفرصة لنا، وبالنسبة لمعرقلي الحوار الوطني فأنا أقول لهم أن التاريخ دائما يكتب شهادة ميلاد أي حدث وطني ولا يكتب شهادة وفاة. فعليهم أن يعودوا إلى وطنيتهم، إن وجدت وطنيتهم فالعجلة ماضية والناس خرجوا ينشدوا التغيير وينشدوا الأفضل ودائما يصبوا، والآمال معلقة على أعضاء مؤتمر الحوار لخروج الوطن لإخراج الجيد نحو اليمن التاريخ يمن الحضارة اليمن المتجدر. وشكرا كثيرا. اشكرك اخي جزيل الشكر اخي احمد، شكرا لك على مشاركتك معنا. وبالتاكيد مشاهدي الكرام كما ذكرت هناك العديد ايضا من التعليقات على صفحه البرنامج، ولكن هناك ايضا تنويه على ان التقرير الذي عرض في بدايه هذه الحلقه هو للزميل وديع عطاء، ونحيي ايضا الزميل وديع عطاء على تقاريره المتميزه. اذا مشاهدي الكرام هناك كما ذكرت العديد من التعليقات وصلت إلى صفحة البرنامج حول هذا الموضوع، وأنا أحاول أقرأ بشكل سريع حتى يتسنى لي قراءة كم كبير من التعليقات التي وصلت إلى صفحة البرنامج. وتوقفنا قبل الفاصل عند الأخ أسامة اليريمي يقول نقول لهم، أي يقصد للمخربين، نقول لهم كيدهم زائل واليمن باق. حكيم التميمي يقول نقول لهم الحوار نجح بنسبة 95% وأنتم فشلتم في مخططاتكم، فإلى مزبلة التاريخ أيها المخربون. تحيا اليمن، تحيا ثورة فبراير. حمدي الزمر يقول كفى عبث بالوطن وحقوق المواطن، فالمعرقل الوحيد والذي لا يريد الخير والتقدم والازدهار اليمن المخلوع وعصاباته، فإذا القتلة لم يكفوا أيديهم عن اليمن وتدخل في شأن السياسة الحالية فإن الشعب بنفسه من سيلقي القبض عليهم ويحاكمهم، لقد طفح الكيل منهم ومن إجرامهم. علي المشول يقول تحية لكل الشرفاء، تحية لكل من يعمل من أجل اليمن والخزي والعار، لكل من يعرقل المسيرة الديمقراطية والتنموية في اليمن. علي ناصر الملجم يقول رفاسات التيس المذبوح لن تثني الشعب اليمني عن مواصلة ثورته ومسيرته التحررية، وسيخرج الوطن بإذن الله من عنق الزجاجة الذي وضعنا فيه حكم العائلة المستبد وكاد أن يخنقنا إلى الأبد. عبد الرزاق حمنا يقول إن عرقلتكم للحوار ومخرجاته هو أكبر دليل على أنكم لا تريدون مصلحة الوطن وإنما مصلحة عصاباتكم والانتقام من الشعب بكل بساطة، لأن الحوار لم يأتي على حسب هواكم أو نعم مصالحكم الضيقة، ولكن الزمن يمضي للأمام. الصقر المريس يقول نقول لهم، أي يقصد لمعرقلي التسوية السياسية والحوار الوطني، يقول نقول لهم لن تقدروا أن تستعيد حكم الإمامة ولن تستطيعوا أن تفشلوا الحوار، فالحوار بإذن الله ناجح وأنتم أيها الحاقدين على الوطن إلى مزبلة التاريخ. عمر الصما يقول الشهداء الذين سقطوا في سبيل الثورة الله يرحمهم ويتقبلهم شهداء، ولكن لا تنسوا شهداء الجنوب، شهداء مثل شهداء الحراك السلمي والجانب الشهابية الذي أخرجت القاعدة من أبيان في أقل من شهر. أما الجيش كان يتماطل مع مهام من سنين حتى أصبحت الضحية أبيان والجنوب عامة. وبالتأكيد هناك أيضا العديد من أحرار والأبطال من قواتنا المسلحة والأمن، وهناك أيضا قلة من الشرذمة الذين
دائما يستخدمون الخيانة ويبيعون هذا الوطن الغالي. فتحية لكل أبناء القوات المسلحة ولكل المواطنين الذين يساهمون في محاربة الإرهاب. عادل المريسي يقول لن يتخافوا عن الأعمال إلا بعقوبات محلية ودولية، وما دام ابن عمر موجود ولا تخافوا، لا تخافوا، الله يطول عمره وهو وعمه هادي. أسامة الذواد يقول الوطن في أمانة في أعناقهم. بندر العبسي يقول لا يوجد أي كلمة لهم غير تطبيق القانون عليهم، ولو طبق بعض القانون عليهم لا ارتدع الجميع. نحن حاليا ليس نعاني من أزمة سياسية فقط، بل نعاني من عدم تطبيق القانون. حزام الشيحاط يقول طبقوا العبارة في أعمالكم جيدا، الوطن أقلى من الجميع. أبو نزار أنا أقول العرقلة من الحكومة السياسية داخلية على الشعب، عندنا جيش قادر على الغزو وليس على حماية الشعب. مجاهد الحمادي يقول إن الله يخسف به الأرض. أبو ماهر الزيلع يقول لا صوت يعلو فوق صوت الشعب، كل أمل وتطلعات الشعب اليمني هو مخرجات الحوار وما توصل إليه من حلول لبناء الدولة الجديدة خال من الفساد، تحمل المودة والإخاء والتسامح والتكاتف. أما المعرقلين للحوار والتسوية هم فئة لا تذكر أو تسمى أو تمثل اليمن، غيظهم ومرضهم أمر أساسي ليس أمرا وطني، القلوب أو سياسي ليس أمر وطني، القلوب الوطنية والمخلصة هي من أرادت مصلحة حب الوطن فوق المصلحة الشخصية والسياسية. نسأل من الله تعالى أن يوفق وينجح مؤتمر الحوار الوطني وأن يجعل كيد الفئات الضالة والمعرقلة في نحورهم. على كل حال مشاهدين الكرام، رسائل هادفة ورسائل سامية ورسائل نابعة أيضا من قلوب محبة لهذا الوطن الغالي، وستظل إن شاء الله هذه الرسائل السامية إن شاء الله توجه إلى كل من يسعى ليل نهار لزعزعة أمن واستقرار ووحدة هذا الوطن الغالي. أشكر كل من ساهم معنا سواء كان عبر الاتصال الهاتفي أو عبر التعليقات على صفحة البرنامج على الفيسبوك، وأعتذر عما لم يتمكن من المشاركة معنا نظرا لازدحام الخطوط وضيق الوقت. إن شاء الله نحن على موعد مع مواضيع متعددة ومتجددة تهم الوطن والمواطن ككل. أنتم دائما مع شاشة سهيل الحرة التي دائما تسعى لإيصال هذه الرسالة السامية والهادفة إليكم، وأيضا تسعى لفتح مساحة لكم لتسمع منكم آراءكم ومقترحاتكم وأطروحاتكم وكلمتكم حول مواضيع تهم الوطن والمواطن ككل. تقبلوا في الأخير تحيات فريق العمل ماجد وهيم، محييكم، دمتم بخير، في أمان الله.